صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والتلفزيون المصري. برحب بحضراتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا بسنت، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية في حلقة الاثنين 26 يوليو. الكلام كتير في موضوع إخفاق عدد من اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو. طبعا من حق الناس كلها إنها تزعل، ومن حق الناس إنها تبقى متضايقة، لأنه كان عندنا سقف طموحات عالي شويتين، لكن ده ما يمنعش وما يديش حق في إننا نقصوا على أبطالنا ولاعبتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده واللي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. خلي بالكم إن تأهيل البطل الأولمبي في ده شيء مش سهل بالمرة، بطل أولمبي في بطولة استثنائية، وبكرر وبقول بطولة استثنائية لأن كانت البطولة دي اتأجلت وكان في كلام إن هي هتتلغي ورجعت واشتغلت مرة تانية. والموضوع ده بطولة الأبطال أو تأهيل بطل أولمبي ما بيتعملش في سنة ولا اتنين، لأن ده مشروع بيبدأ من الطفولة وبيحتاج تدريب ومعسكرات وتأهيل سنين كتيرة جدا. لاعبتنا عملوا اللي عليهم، وهم دلوقتي محتاجين مننا الدعم المعنوي علشان يشتغلوا على نفسهم أكتر وأكتر ويكونوا قد المسؤولية، وهم فعلا قد المسؤولية. ومش مطلوب من واحدة مجتهدة زي ميار شريف إن هي لاعبة التنس إنها تفوز على لاعبة بتفوقها في التصنيف العالمي بستين مركز. 60 مركز، الخسارة مش نهاية المطاف، الخسارة ممكن تكون الانطلاقة لإنجازات كبيرة جاية في المستقبل القريب إن شاء الله. يعني إحنا للأسف بنتابع طبعا نقد كبير قوي على السوشيال ميديا للاعبين، خاصة المجتهدين واللي عملوا بطولات وفرحونا قبل كده في بطولات كتيرة، والحظ للأسف ما كانش معاهم في الأولمبياد، زي مثلا فريدة عثمان. هي فعلا يعني الحظ يمكن موفقهاش في سباق ال 100 متر فراشه، لكن لسه عندها فرصه ثانيه في سباق 50 متر حره يوم 30 يوليو ان شاء الله. فخلوا بالكم ان فريده محققه قبل كده ميداليتين برونزيتين في بطوله العالم، وهي اول لاعبه عربيه بتوصل اصلا للمراكز دي. فريده حاولت والمحاوله شرف، وده كفايه. هي ايوه يعني ما تاهلتش، بس ده مش معناه ابدا انها فشلت. واي حد يقول انها فشلت لازم يفهم ان عشان توصل للمرحله دي هي اجتهدت واشتغلت وتعبت على نفسها كتير قوي. دي مش نهاية المطاف، ولاعبتنا اجتهدوا على قد ما قدروا، فلازم نكون في ظهرهم. بعدين احنا لسه يعني عندنا لعيبة مصريين كتير بينافسوا في الأولمبياد، وإن شاء الله يقدروا يحققوا ميداليات كتير. فخلينا لو سمحتوا نقف في ظهرهم، ما نقفش في وشهم. العالم فيه 7,800,000,000 شخص، منهم 11,000 بس اللي تأهلوا للأولمبياد. فيعني هم أكيد مميزين جدا ومجتهدين جدا، يعني بيقعدوا 4 سنين عشان يقدروا يوصلوا للمرحله اللي هم فيها دي ويأهلوا نفسهم ويشتغلوا على نفسهم. فهم اكيد اكيد ناس تعبت على نفسها كتير قوي، فياريت ندعمهم. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.